انا كنطيب الخبز، كندير الخبز على وليداتي. انا مو جاهز، عندي الاجازه وعندي البريميو، انا مو جاهز، ما بغاوش يخدموني، ما لقيتش خدمتي، انا ما لقيتش الخدمه، اضطريت انني خصني نخدم نعيش ولادي. عندي 4 دراري خصهم ياكلوا ويشربوا، ضروري خصني نخدم، ما خلاونيش نخدم، ما خلاونيش نخدم. كنت كندير الخبز في داري، في داري، وجراو عليا ما خلاونيش ندير الخبز في داري. واش ما عنديش الحق انا ندير داكشي اللي بغيت في داري؟ وما عندهم الحق يديروا داكشي اللي بغاو؟ باش الا ما عاش الملك. انا كنطالب غير بحقي، ما كنطالب حتى شي حاجه اخرى، غير حقي. انا من مدينه فاس، ساكن في ديار ابو طالب، كنعاني يد قرطيط، شريت الدار بالكشايف وبتماره، وكنعاني من المشكل ان واحد المحاميه وراجلها بوليسي داروا لي الباب وداروا لي الكاميرا، ما كيخلوني كاع فين غادي نخرج. تعداو عليا بزاف، وعندي الحكم، وعندي المحضر ديال البلدي، ديال الرئيس ديال البلديه، كنمشي للمحكمه كيطردوني، ما تيقولوا ما عندكش الحق تهضر. وعندي واحد جوج سيديات كتهددني انا وليداتي، وخلقت لي مشاكل بزاف بزاف بزاف. تعدات عليا بزاف، هرسوا لي داري، تعداو عليا بزاف بزاف. انا محقور، انا مظلوم، درت الشكايه للقايد، عطيت له الحكم، ما بغاش ينفذ ليا. تمشي لعندو تيقول لي سير بحالاتك، سير بحالاتك، فيا السكر وعندي مشاكل بزاف. انا كنخدم على وليداتي، ما خلونيش. انا موعد، انا كتهددني، كتهدد وليداتي. الله يجزيكم بخير، الا بغيت انا شي واحد ينصفني ويعطيني حقي. انا مظلوم، انا مظلوم، انا محكور. دات لي الشكايه للقاضي، مشيت عند القاضي وجرى عليا، كتهددني، ودابا انا وزوجي ديالي معرضين للخطر، انا وليداتي، وكتهددني كتقول لي غنخرج لك على وليداتك، وعندي كل شيء. هذا الشيء مسجل في السيديات، مسجل في السيديات، ها هو ما عندي. وعاش الملك، عاش الملك. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. شنو الحوايج اللي راه ضغط عليك بزاف بهم؟ شنو الحوايج اللي راه اللي طغى عليك بهم؟ طغت عليا بزاف. انا الا خرجت مصور، دخلت مصور، ما خلت لي حتى شي حاجه. وانا دابا كنخاف، انا كنخاف، انا مودات، انا كنخاف. عندي بنيته قالت لي الله تنخرج لك على وليداتك، واحد بواحد، واخص بيديك لبنيته. وعندي داك الشيء مسجل في السيدي، ها هو ما عندي مسجل في السيدي. كتجي حتى لحدا الباب وكتقول والله تنربيك الحمار. الا كنت انا حمار، ما خصني تمشي نتحكم في بلاصه ديال الحمير. كنت انا بنادم خصني حقي، انا بغيت حقي، انا مظلوم بزاف بزاف، كنحس بالحقره. جمعت عليا الجيران وشهدوا عليا، مشينا لعند البوليس قالوا واحد الشهاده، ومشينا لعند القاضي وقالوا واحد الشهاده اخرى، وجرى عليا القاضي ما خلانيش ندافع على راسي. هادشي كلشي اتفقوا وتجمعوا واحد الباب ديال الاقامه وجلسوا باش دير هي الشكايه، وهما غيشهدوا ليا. هما شهدوا عليا الشهاده ديال البوليس بوحديتها، والشهاده ديال المحكمه بوحديتها، راه كلشي عندي الوثائق، عندي الوثائق. درت الشكايه للوالي، ها هي درتها من 2018، عندي الحكم، ما بغاش القايد ينفذ لي. سير دابا نفذ لك، هي جابت الحكم، ها الحكم ديالها ماشي ديال عين المكان، الحكم ديالها مدينة. انا الا كنفهم شي حاجه تشرى ماشي معقول، جابت لي الحكم ديال الشريعه الوفاء. كنمشي للقايد تيقول لك ما يمكنليش، راه عطات لي الحكم وانت عطيتني الحكم، ما يمكنليش ننفذ لك. دابا الله يجزيكم بخير، بغيت شي واحد اللي غينصفني ويعطيني حقي. راه عندي كلشي الوثائق، هادشي اللي تنقول راه بالوثائق وبالادله. ها التصور ديال الباب، هاد الصورة ديال الباب اللي ركبت لي حدا الباب، مورا هاد الباب ديال الحديد كاين الباب ديال المترو، كان متر ونص، متر ونص ما بين الباب والباب. وهاد الباب راه ماشي حقيقي، ماشي قانوني، ومركب في الحيط ديالي، وهرست لي داري. واش كطالب دابا؟ أنا كنطالب غير باش يعطيوني حقي، تحيد عليا الكاميرا ويرجعوا الحالة إلى أصلها. لكن الباب راه ما يمكنش يبقى هكوا. طرد الباب لبلاصتو، طرد الباب لبلاصتو، راه عندنا البلان، راه شريت في البلاصة ديال التسجيل والتحفيظ. هات الصورة باش هرست لي داري، ها هي فاش ركبت لي الباب، وكتقول لي إلا عندك فين غاتمشي، سيري إلا عندك فين غاتمشي. هات الصورة الأخرى، ها هي، هات الصورة فاش ركبت لي الباب، ها الشكاية اللي درت للوالي، ها الحكم ديال المحكمة، وكاين الحكم الآخر. مشيت لك رئيس كتابه الضبط، دار التبليغ جوج مرات. واش التبليغ كيدار جوج مرات؟ يعني قالوا لي راه التبليغ كيدار مره واحده، ودازت الجلسه في شهر 10 وحكمت بنفس الحكم، ارجع الحاله الى اصلها واداء غرام. هذا الشيء ما كيهمنيش، اللي كيهمني انا هو تحيد الباب ديالها، وتحيد الكاميرا ديالها، وتبعد مني، وتبعد على وليداتي. وكنطالب انا مشيت للمحكمه، طلبوني المحامي، والمحامي قالوا لي المحامي ما كيوقفش ضد المحامي، حيت هي
المحاميه حيت مرسوم محاميه. فاش مشيت انا طلبت المساعده القضائيه مشيت حتى رئيس النقيب ديال المحاماه قال لي ما يمكنش نعطيك المحامي لان هذه محامي ها المحضر ديال القايد في المحضر ديال القايد فاش كاين هذا القايد الى القايد كيكذب ما هو والناس ديالو راه خصهم يتطبق فينا كاع العقل. دابا انا كنطلب اجراء معاينه حقيقيه لهذه البلاصه واش هذا الشيء اللي تنقول صحيح ولا كذب. الا صحيح راه كاين القانون الا كذب راه كاين القانون. هذه في ديار بوطالب ديال زنقه الواحه ولا مجمع السكن ديال بوطالب قرب كليه الشريعه في الطريق اللي كاين في طريق صفرو وطريق مزار ديال بوطالب حدا ولاد الغياتي. يعني الحي مأمن شويه لدار. الحي مأمن عندنا السوق عندنا اربع خمسه د العساسه بالنهار عندنا اربعه عندنا ثلاثه بالليل عندنا المحل كله داير بالكاميرات. علاش فاش قلت لها علاش درتي لي كاميرا حدا الباب قالت لي ما عندكش انت الحق تحل الباب ديال دارك تدخل لدارك وسكوت ديالك داك الشيء اللي شريتي برا ماشي ديالك ماشي شغلك فبرا اللي غندير فيه اللي بغيت. دابا الله يجزيكم بخير انا كنطالب باجراء معاينه وتحقيق ونصفوني وعطوني حقي راني لون او محقور وعن مشكل ما عنديش الحق نبيع دار والله لو كان عندي الحق نبيع الدار تنبيع الخرج حداها ولكن خصني الشركه ديال السكن الاقتصادي ما شافش هذا الشيء شاف هو اللي سد لها التقابل هو اللي سد سميتو اسامه محمد اسامه الادريسي راه كل شيء في راسه كل شيء في راسه هما اللي قبل ما تسلم داري ركبات الباب قبل ما تسلم. انا تعدوا عليا بزاف حقروني بزاف ما نعرف علاش انا حقروا عليا بزاف انا كنحس بالحقره ما كتصور مش كيتصدر قبل كاع ما نسكن. انا جيت لقيت كوجي تركب الباب وداز وزنل وداز المحكمه ولقيتي يقول لي سير دابا نشوفوا المحكمه تشديت الحكم لا ماشي من حقك خص القايد يدير كنمشي للقايد تيقول لي تسنى صيفط الوكيل صيفطني وكيل الملك كنمشي لوكيل الملك تيقول لي تسنى صيفطني القايد وانا كيقرقل وانا كنطلع ونهبط هذه عامان وانا كنطلع يعني ما كاين حتى شي حق ما كان حتى شي حق الباب مازال مركب الكاميرا مازال في بلاصتها والتصاور ديالي راه هما عند القايد والتصاور ديالي راه عطاهم للبوليس ما عرفتش انا علاش واش عنده الحق يصوروني وعطيو التصاور ديالي والعائله ديالي للبوليس واش انا ماشي بنادم من حقي الخروج وندخل وندير اللي بغيت. الا كنت كندير الخبز في داري راه كاين القانون ديال القانون. جا عندي القايد قال لي ما تبقى والو جا عندي البوليس في الشكايه لقى ما لقاو عندي والو وضغطوا عليا بزاف ما نعرف منين جاني هذا الشيء. انا مظلوم بزاف كنحس بالحقره بزاف. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.